السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا الفيديو. هنشرح طريقة صرف المنتجات الاستهلاكية بدون ما نختار عشوائي ونختار أصناف كلنا الحدة. هنستخدم خاصية نسخ اللصق من الإكسل. فبداية هروح أختار مشروع العميل، حدد مشروع العميل ب إكس واي زد مثلا. هنروح عند Paste from Excel، هنروح على ملف الإكسل الجاهز عندنا. هناخذ رمز الصنف والكمية، هنضغط كنترول في او بيست لصق. كذا ظهرت عندنا كمية متوفرة والكمية الممنوحة مع الأصناف. بعدين نضغط على إضافة. وكذا عملنا صرف المنتجات الاستهلاكية أو البرشيز إيشيو عن طريق خاصية النسخ واللصق من الإكسل. السلام عليكم ورحمة الله.